السيد لافروف بوجود الأستاذة بولينا زاخادينسكايا. هي كانت في المدرسة الابتدائية وقتلت من يد الروس وكانت في كييف ولديك بنت. كيف تنام بالليل وأنت تعرف أن القنابل الروسية تقتل الأطفال؟ لا يمكنني القول أي شيء إضافي على ما وأزيد عما قلته لأن أي حياة بشرية هي ثمينة جدا، ولكن مع أي عملية عسكرية هناك ضحايا بين المدنيين وبين جنود، فلدى جنودنا الذين ينفذون هذه العملية باستخدام الأسلحة فقط للقضاء على البنى التحتية العسكرية وحتى الثكنات التي يقيم بها الجنود الأوكران لا تتعرض أبدا لأي ضربات. وأود فقط أن أعبر عن تعازية لهؤلاء الذين لأهالي الضحايا في أوكرانيا. أنت تتحدث حول السلاح على الدقة، لكن مئات من المدنيين قتلوا والآن تبدأ المحاكمة من قبل المحكمة الدولية. أنا أعلم رغبتكم بطرح مثل هذه الأسئلة الحادة وأن لديكم جمهور لتشحنوه بهذه المشاعر، ولكن أنا أعلم بأنكم لستم كوسيلة إعلام وإنما كأداة في يد الغرب لتصعيد الأوضاع. أنا لا أبرر إلى أي تصرفات تؤدي إلى قتل الناس، ولكن لسنا نحن من تحدثنا وأوجدنا مسألة الضحايا أو التضحية المرافقة، فهذا ما قام به الغرب في العراق وليبيا. ولو لمرة واحدة قمتم بهذه المشاعر الجياشة بتغطية الأحداث في تلك الدول فأنا لا أرى ذلك. أنا أرى بأن سؤالك هو سؤال نظري فقط. نعم سيد لافروف، كنت أفعل ذلك. أنتم بدأتم هذه الحرب. لن ألعب بهذه اللعبة، فأنتم تتحدثون وكأنه عرض تلفزيوني. أردتم التحدث معي في مجال حتى في المجال الإنساني العمليات العسكرية التي تجري الآن، فأنا سأقول لكم وأنا أدرك تماما بأنكم ستقومون بتغطية هذه المسائل كما ترون، فأنا أعلم بأن لدى كل صحفي ضمير، وأود أن أذكركم كيف تصرفتم خلال 8 سنوات عندما قتل الأطفال والكبار في السن والنساء بسبب الألغام التي زرعت من قبل الجيش الأوكراني. ادخلوا إلى الموقع الإلكتروني لوزارتنا لأنني لا أود أن أضيع وقتكم هنا، فإن كنتم تقلقون بشأن الحالة الإنسانية المرافقة للعملية العسكرية فالأمر مناسب لقراءة تلك الصفحات المنشورة على موقعنا.